بالنسبة للمقبولين هما 26. العدد، عدد المقبولين من الرجال 24، وعدد المقبولين من النساء هن 2. الحمد لله اللي اليوم ولت عندنا بلاد اللي فيها ديمقراطية حقيقية، فيها ناس قادرة تترشح من كل الأطياف، فيها قادرة يعني، وفيها شعب حر قادر يختار من يمثله بكل حرية. أنا بالنسبة لي هذا انتصار كبير. نحب أيضا نعطي أمل للشباب وجيل كامل من الشباب أنه يرى أنه قادر أنه يمسك المناصب العليا في البلاد، وهذا يمكن يعطي صورة أخرى لتونس. نحب أيضا تكون هناك، نبني دولة عادلة، دولة معناها تكون محترمة في الخارج. أنا مشارك وأرغب في النجاح، وأعتبر أن لدي من القدرات ما يجعلني أتفائل بالمستقبل. كوني نجم يجمع القوى الوسطية في نفس حزب، ولا حتى في نفس ائتلاف اللي هو باش يقدم معناها حلول لبلادنا في المرحلة هذه إن شاء الله. سنعمل في الانتخابات بمفردنا، سندخل بقائمات الحزب الدستوري الحر لنضمن أكبر عدد ممكن من النواب في مجلس النواب.